بقيت لي مهمة أخيرة أخي، ولهذا أردت رؤيتك. روحي فداء من أجل الدولة ومن أجلك أخي. هذا أخي البطل الذي أعرف، شكرا لك. السلطان علاء الدين أعطاني أمرا بسحب الأتراك الذين يحاربون الآن في صفوف الجيش المغولي. كيف تفعل هذا؟ خاتم أوغوس خان، إن السلطان بقوة وتأثير هذا الخاتم يتأمل الآن أن نعزز أخوتنا التي فقدناها. لهذا سأذهب إلى أرض الأجداد. ما هي هذه القوة سونغور؟ الخاتم معروف يا أخي، ومهمتنا نحن أن نذكر من يخدمون المغول بأنهم إخوتنا في الدم. يجب أن ننقذهم من العبودية لنستطيع تقسيم جيوشنا. لو أنهم لم يدعموا المغول في السابق لما أصبحوا أقوياء. السلطان علاء الدين يفعل الصواب، لكن إن لم نستطع أن نلم شمل العالم الإسلامي وإن لم يقفوا إلى جانبنا ويساعدونا، فالسلطان علاء الدين لن يستطيع فعل أي شيء. إن شاء الله ستأتي هذه الأيام. إن شاء الله. والآن ألا تريد أن أخبرك عن سبب إرسالي في طلبك؟ بلى أريد. أريدك أن تجعلني أقابل ذوي اللحى البيضاء، فمن دونهم هم هذه المهمة لن تتم. هذا يعني أن خاتم أوغوز خان معك.